منظمة الصحة العالمية أعلنت في بيان رسمي عن لقاح جديد اسمه MVABN، وهيكون أول لقاح رسمي وفعلي للتصدي لجدري القرود. إيه التفاصيل وإيه حكاية هذا اللقاح وإيه مدى تأثيره على مكافحة هذا المرض؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها دلوقتي من الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بالهيئة العامة المصرية للمصل واللقاح، اللي معانا دلوقتي على التليفون. يا دكتور أمجد، صباح الخير يا فندم. صباح الخير على حضرتك، صباح الخير على السادة المشاهدين. يا أهلا بحضرتك. لقاح جديد بتعلن عنه منظمة الصحة العالمية، أهمية هذه الخطوة؟ طيب، في ظل وجود تفشيات عالمية في بعض دول أفريقيا مشكلة جدر القرود في نسب وفياته العالمية، يعني احنا لو قارنا نسب الإصابات والوفيات، نسب الوفيات عالية جدا مقارنة بنسبة الإصابات، ولكن ما نقدرش نقول ان دي جائحه او وبائيه محدوده، ولكن منظمه الصحه العالميه لما اعلنت خطوره الموقف واعلنته درجه وبائيه بسبب قدرته على الفتك ونسب وفياته العاليه وليس قدرته على الانتشار. فلما حصل في وبائيات ونسب وفيات منظمه الصحه العالميه، كان في لقاحات تم تعديلها اللي هي كانت بتستخدم زمان في جدر البشر، لان طبعا جدر البشر ده انتهى من العالم في اواخر السبعينات اوائل الثمانينات، وكان ليه لقاح بيتم اخذه وكان بيدي مناعه وانهى على هذا المرض نهائيا. اللقاح ده لما جم عدلوه واستخدموه ضد جدر القرود اثبت فعاليه ان هو بيدي فعاليه تصل الى 85% اذا اخذ فيه جرعتين فاصل شهر ما بينهم. فتم تعديله وموافقه منظمه الصحه العالميه عليه واقرته بالفعل، وهو بيؤخذ جرعه الان وجرعه بعد شهر اخر، الجرعتين مع بعض ممكن يدوا فعاليه تصل الى 85%. طب مين السن المستهدف؟ وحتى الان كل الدراسات بتقول ان هو بيؤخذ فوق سن 18 سنه، ولكن في بعض الدول في الموافقات الطارئه في حاله وجود جائحه وبائيه ممكن ينزل بالسن. طب احنا دلوقتي نقدر ننزل بالسن ولا يتاخد ازاي؟ لا، حتى الان هو يؤخذ فوق 18 سنه فقط لا غير، لان احنا مش في درجه وبائيه عاليه عالميا ان احنا نقول لا ان هو هيعمم اخذه لكل الفئات العمريه. طب احنا مطالبين ان احنا ناخده هنا؟ لا، الحمد لله مصر ما عندهاش ولا حاله ضد جدر القرود نهائيا، ولكن منظمه الصحه العالميه بتوفره في الدول اللي حصل فيها وبائيات زي الكونغو. الفئات الاكثر خطوره كبار السن اصحاب الامراض المزمنه هم دول اللي هيبتدوا تطعمهم في الدول اللي حصل فيها وبائيات زي دوله الكونغو. طيب، هل الحاله الوبائيه تستدعي وجود يعني لقاح استباقي؟ يعني احنا حاسين انه برغم ان هو موجود الا ان الوضع ما يعني قابل للسيطره تماما، ليه بقى في لقاح استباقي للجدري القرود خصوصا انه الناس حاسه ان هو ما لحقش ياخد وقته في الاختبارات؟ طب من جهه اخذان وقت، احنا قلنا ان دي لقاحات معدله كانت بتستخدم قبل كده في جدر البشر وانتهى، والشركات بتحتفظ بسلالات ليها وتم تعديلها واقرارها لجدر القرود، فبالتالي مش فكره كورونا ان هو لقاح مستحدث. لا، ده مش مستحدث، هو هيتم اخذه معدل وليس مستحدث. بالفعل هو معدل ليس مستحدث ويتم اخذه في جدر القرود. طب احنا مضطرين ناخده ولا لا؟ يا منظمه الصحه العالميه ما قالتش ان كل العالم هياخده، هو في الدول اللي حصل فيها وبائيات وانتشار محدود زي الكونغو اللي فيها نسب وفيات عاليه جدا، لان بعض دول افريقيا نسب الوفيات بالنسبه لنسب الاصابات تعتبر نسبه كبيره جدا جدا ومقلقه. ما هي نسب الوفيات ونسب الاصابات دي موجوده في اي فئه عمريه، حضرتك قلت اللقاح بيتاخد من بعد عمر 18 سنه وبنقدر ننزل بالعمر شويه لما في حاله الوباء، بس مش هقدر ننزل مثلا من لقاح بيتاخد 18 سنه نقدر ننزل بيه لسن سنتين وثلاثه والاطفال الرضع. طب هقول لك، هو طبعا هو اي لقاحات لما بيتم التجارب السريريه عليه زمان تم تجربته على الفئه دي، لكن هو ما قالش ان في ضرر على الفئه الثانيه، لكن انت بتقيمي الوضع وبائيا ما بين خطوره موقف في دوله بيموت فيها ناس كتير جدا، وان انت زي ما جربنا في كورونا نزلنا بفئات مستحدثه لان كان في وباء وكان في خطوره عالميه كبيره جدا، كذلك ممكن النزول بالسن في حاله وجود خطوره ان احنا نشوف نقارن ما بين وبائيات المرض ووفياته العاليه وما بين اللقاح ده هنجربه لسه ولا لا، وده اللي كان بيحصل في كورونا ان تم اقراره لفئات عمريه قبل ما يتم التجارب السريريه الكامله عليه. لكن ده مش هيتم دلوقتي لان احنا لسه ما قلناش ان في وبائيات خطيره حتى الان. هي منظمه الصحه العالميه ادته شحنات لبعض الدول اللي عندها وفيات كتير جدا للفئه اللي فوق 18. هننزل بالسن ولا لا على حسب وبائيات المرض وخطورته، هيتم ده في المستقبل هنشوفه لسه، لكن لحد دلوقتي هو يؤخذ فوق سن 18 سنه، فئات اللي هي ضعاف مناعيا، اصحاب الامراض المزمنه، فئات الاكثر خطوره الاكثر عرضه في بعض الدول مش كل الدول، ولا يعمم على الاطلاق لان احنا بنقارن ما بين الدرجه الوبائيه وخطوره الموقف وفائده اللقاح. حتى الان ما فيش مدعيه ان احنا نعمم فكره اللقاح على مين الا في الدول اللي احنا قلنا ممكن يتم استهدافها اللي حصل فيها وبائيات ونسب وفيات عاليه. طيب، هل نسب الوفيات بتكون عالية في كل الدول اللي موجود فيها الوباء؟
ولا ممكن الانظمه السلالة المنتشرة حاليا نسبة وفياتها عالية مقارنة بإصاباتها، نسبة الوفيات تعتبر عالية جدا، مش مفيش إصابات انتشار عالمي جديد جدا، ولكن الحالات اللي فيها إصابات نسبة الوفيات فيها عالية، خصوصا طبعا أمراض المزمنة وأصحاب يعني المناعة الضعيفة. الموضوع ملوش علاقة مثلا بالنظام الصحي في كل دولة. لا، هو الفيروس نفسه حدته، عشان كده منظمة العالمية أعلنته حالة طارئة، هي أعلنته حالة طارئة مش على سبب انتشاره على عكس كورونا. أعلنته حالة طارئة بسبب قدرته على الفتك وسبب نسب وفياته العالية. منظمة الصحة العالمية بتعلن حالة الطارئ في حاجتين: فيروس شافه في انتشاره السريع شديد جدا وفي خطورة، فبالتالي بقى لحالة الطوارئ، أو ما فيش انتشار سريع بس نسب وفياته عالية، فبالتالي برضه بقى لحالة الطوارئ. أكيد. طيب، فيروس كورونا ما قضاش على كورونا، ولكن ساعد الناس إنها تقدر تقاوم، هل اللقاح ده يقدر إن هو يقضي على جدري القردة فعلا؟ طب في فرق كبير جدا ما بين جدري القرود وما بين كورونا. ليه؟ لان كورونا فيروس غزازي سريع الانتشار، الشخص كان ممكن يعدي من 10 ل 20 فرد، على عكس جدري القرود ان الشخص يجب ان يكون فتره كبيره جدا للتلامس ما بين الشخص وما بين الشخص المصاب، فبالتالي فكره انتشاره غزازيا هي محدوده، او فكره تحول الوباء هي محدوده. عظيم. ليه؟ لانه مش فيروس غزازي، فبالتالي تحول الوباء هي فكره بنسبه كبيره جدا كجائحه منعدمه. فبالتالي ان احنا تعميم اللقاح برضو مش هيكون بنفس فكره كورونا، لانه مش انتشار، ما فيش انتشار عالمي، ولكن الدول اللي حصل فيها وباء وفيات منظمه الصحه هتدعمها باللقاحات لحمايه هذه الفئات الاكثر خطوره حتى الان. طيب دكتور امجد، الشيء بشيء يذكر، نذكر الناس دلوقتي باعراض هذا المرض. طيب، المرض ده في اول 3 ايام من اعراضه للاسف يتشابه مع اعراض البرد والانفلونزا: ارتفاع حراره اللي هي الحمى، الام في العظم، وهن عضلي، صداع شديد جدا، التهاب في الغده الليمفاويه. في اليوم الرابع من الاصابه بيظهر طفح جلد مميز اللي هو جدري القرود. طب احنا قلقانين؟ لا، مش قلقانين، لاننا لازم وجود شخص مصاب عشان ينقل العدوى وتلمس جلده او اشيائه او مستلزماته لفتره كبيره، فبالتالي عدم وجود مصدر العدوى غير مقلق. فبالتالي ما فيش خوف ان احنا لو جالنا شويه برد وانفلونزا وشطه حساسيه نقول ان ده جدري القرود. حتى الان جدري القرود ما فيش ولا حاله في مصر، ولكن الاعراض دي اللي بنقولها دي اللي هي موجوده في الدول الافريقيه او بعض الدول اللي حصل فيها انتشار لهذا المرض. اكيد. كل الشكر ليك الدكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه بالهيئه العامه المصريه للمصل واللقاح. شكرا جزيلا ليك.